مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وما خفية. بعد رحلة طويلة وإقامة في باريس من سنوات الثمانينات تحديدا في مصالح وزارة الثقافة الفرنسية ثم ممارسة مهنة التدريس في الجامعات الفرنسية، بدايته كانت مع مسرح الكيف في السبعينات، مشارك في أفلام سينمائية فرنسية وتونسية، والتجربة قادته إلى أعمال تلفزية يذكرها أكيد التوانسة، ضمير مستتر، حار وحلو، ثم إلى مسرح الون مان شو بمسرحية مثلا، يعمل فيها رحلة من غير باسبور إلى مجتمع النساء من حالة لحالة، من حكاية لحكاية، وصولا إلى عالم المرأة، إلى أش يقولوا له ونعبر ولا ما نعبرش. يصنع الحدث بمسرحية حارق يتمنى اللي يفتح فيها ملف معقد هو ملف الهجرة السرية، وفتح بها تجربة هي تجربة المسرح الاجتماعي، وصولا إلى العمل المسرحي إرهابي غير ربع وبتصور مونودرامي وكوميدي جديد وبجرأة عالية. قدم فيها نموذج شاب تونسي ضحية اليأس والبطالة والفقر، مسرحية عرضها في أكثر من مكان لمكافحة الإرهاب. قالت عليه إحدى الصحف التونسية أنه يستثمر في مساحة الشك ليهزم اليقين الداعشي. الحقيقة أنا متعود نستضيف سياسيين لمناقشة مواقفهم من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، اليوم اخترت استضافة فنان مسرحي مثقف مسيس باش يتحدث على السياسيين، يتحدث على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ضيف برنامجي اليوم هو الفنان المسرحي القدير روف بن يغلان. مرحبا سي روف. اهلا وسهلا سي نجم. مرحبا بك سي روف. كيفاش نجم نقدمك؟ الحقيقه مسيرتك الطويله اختصرتها في دقائق، بشوفها معايا في التقرير هذا. رؤوف بن يغلان ممثل مسرحي غالبا ما تميز بأدائه القوي في التعاطي مع ظواهر الاجتماعية بطريقة ساخرة ونقدية وموجهة وبطريقة مباشرة. باش نوعدكم بالعدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية والعدالة الانتقالية، باش نوعدكم باش باش باش. المسرحي رؤوف بن يغلان تخصص في نقل الواقع المعيش بطريقة هزلية، ومسرحية مثلا كانت نقطة البداية والتحول في مسيرته، وينجسد دور المرأة التونسية وما تعانيه من مسألة التحرش. في الغابة ولا في جنيت بالمديرة؟ شبيك؟ لقيت أعلام في جريدة، عائلة تفركس في معينة منزلية، شبيك؟ أخديه بالعربية بو. جل أعمال المسرحية كان ديما هدفها طرح قضايا ومشاغل المجتمع، خاصة المواضيع المسكوت عنها، الشيء اللي خلاه ينفرد بالطبع هذا وينحت نفسه مسيرة غنية بالأعمال المسرحية الهادفة، على غرار مسرحية حارق يتمنى، واللي من خلالها نجم يعطي صورة مقربة عن الحرقة وأسبابها الخفية. مسؤول عبدك مع بعد رب جهرم، المسؤول عبدك مع بعد رب وين فانا ولاية فانا بلدية فانا معتمدية، ريت مسؤول عبدك مع بدرة. حرية التعبير وعلاقة المواطن بالسلطة كان لها نصيب وافر من أعماله المسرحية. أنا مانيش فرحان بالحكومة سيد الرئيس، يعني كنقولك فاشلة مانيش قاعد معناتها مانيش قاعد نبدع فيه سيد الرئيس، فاشلة أن ما ثم حد شيء في محاسبة الفساد، فاشلة أنه ما ثماش استقلال القضاء، فاشلة أنه ما ثماش تعزيز الحريات في تونس. في الكلام ما نعيشوش. إذا تونس تمشي في الاتجاه أنا ناخذ الموقف تاعك. أنا سكيزوفرين اللي قدامك. تذكرت؟ أنا. أنت سكيزوفرين؟ أنا. ومن آخر أعماله واللي يعتبر مغاير لبقية الأعمال وكان شديد التأثر بالوضعية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة هو عمل إرهابي غير ربع. ممكن واللي فيه تاع إرهابي بالكامل، وشنو اللي يخليك تمشي إرهابي بالكامل؟ كل شيء. إشفاع. أنا تو ما We'll be right back.
2012. عندك متعلق على التقرير؟ يعطيكم الصحة، متنوع وفي برشا معناتها في برشا شهادات. صوت المثقف سلاح وصمته ذنب لا يغتفر. هذا كلامك سي رؤوف، قلته في حوار لجريدة المغرب. برشا مثقفين في تونس ملازمين الصمت، هذا شتحب تقول؟ فما برشا مثقفين وبرشا فنانين وبرشا من أهل الرأي وبرشا جامعيين. علاش حسب رأيك؟ لأنه هذه معناتها نعتبرها يعني خوف، جبن، حسابات. لا معناتها تعودت النخبة أن تكون معناها معزولة، لأنه هذا نتيجة مش 27 سنة فقط، يعني أكثر من 30 سنة أو 35 سنة أو 40 سنة. لا لكن مع هذا سي رؤوف كان ثم مثقفين، ثم مثقفين كانوا يتكلموا قبل انتفضوا صحيح، ثم سياسيين ثم حتى لكن لكن في السنوات اللي قبل الثورة في السنوات اللي قبل الثورة كانت النخبة الثقافية، النخبة الفكرية ما كانتش عندها الإمكانية، باش ما نقولش ما عندهاش القدرة، ما كانتش عندها الإمكانية باش تعبر عن رأيها، وهذا غلطة كبيرة واللي هي تسبت في الانفجار في معلمه. لأن الانفجار تاع 14 جانفي ماهوش انفجار لأسبابه الاقتصادية، هو انفجار عنده أسباب معناتها ثقافية. نقول بالثقافية لأنه الإنسان بطبعه إنسان يفكر، عندما تمنع منه القدرة على التفكير والتعبير على التفكير سينتفض، يعني مهما كان المخزون اللي عنده، مهما كان الصبر اللي عنده، ما ينجمش يقعد يسكت حياته كاملة. ربي أعطاه عقل باش ينجم يتكلم ويعبر على رأيه سلبي أو إيجابي. هذا بعد الثورة لقى معناتها اللي تسمى حرية التعبير والناس تتكلم وتعبر على رأيها بكل حرية. أي لكن حرية التعبير ما تكفيش، لازم الإنسان يكون متحرر صعب بالكل شيء من الخوف، متحرر من رغبة التسلط على الآخر، متحرر من أن معناتها من أن غريب شوية كلام سي رؤوف، يعني تتصور ومازال فما خوف اليوم؟ طبعا فما خوف. وين بالضبط يعني وين ترى فيه؟ هو العبد اللي قدامك مازال فيها شوية خوف. أنت مازال عندك شوف خوف. أنا جيتك في حصة اسمها ما وما خفيه. وما خفيه. أنا وعدتك اللي راني باش نتكلم معك بكل جرأة وبكل صراحة. أنا مازالت عندي شوية عندي برشا خوف. برشا خوف انا مازال عندي برشا خوف. خوف من شنو؟ الخوف عندي مازال خايف، ما نكذبش عليك. خايف من شكون؟ خايف من الكل، خايف من السلطه، خايف من المجتمع، خايف من الوضع اللي انا فيه، خايف من الحاله معناتها الكارثيه الموجود فيها اقتصادنا اليوم. هكا تعبر، هكا تعبر على خشبه المسرح وتقول اللي تحبه وتعمل مسرحياتك بكل حريه، ما يتبعك حد، ما يكلمك حد، ما حتى كي ينتقدوك ينتقدوا العمل المسرحي نتاعك طبعا. لكن ما يعني فماش ملاحقات بعد قضائيه ولا ملاحقات امنيه ولا عندك ضغط ولا ما فهمت إيه؟ اذا حتى قبل ما جاتنيش ملاحقات امنيه. الخوف نتاعك منين؟ انا قلت لك حريه التعبير سيدي ناجي لا تكفي، يجب ان نكون متحررين. معناها متحرر، قلت لك متحرر من الخوف، متحرر من قيود الوضع اللي انا فيه اللي تخليني ربما نقول لا مش توا، لا ما نتكلمش، لا ما نخرجش، لا ما نعبرش، لا الوقت مش ملائم. الخوف قاعد اسمع، الخوف راهو ثم خوف جماعي او نقول هذيك، وانت ربما تعرف الشيء هذا اكثر مني بصفتك اعلامي. انا نقابل الناس في القهاوي، انا نمشي للبطاحي نقابل مع الناس، تقعد مع الناس تحكي معاهم، نمشي للاحياء ونمشي للارياف. ثم خوف من الواقع اللي احنا فيه، احنا ماناش نحسوا في امن اجتماعي، يعني المواطن التونسي في حاله ارتباك معناتها متواصل. الوضع اللي احنا فيه اليوم معناها ما يبشرش بان نجم نقول احنا الحمد لله. كلمه الحمد لله اليوم تدل على اني سافابا، وهذيك معناها الحمد لله. لكن مع ذلك نقولوها على كلمه عاديه، قول المواطن التونسي الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. انا كي نمشي للارياف الا ونحس اللي ثم خوف. الخوف مش بشرطي هي هذه جوله من جولاتك في نعم نقابل العباد. انا نمشي قبل ما نعرض المسرحيه نتاعي، نمشي ساعه نقابل الناس، نحكي معاهم ونسمعهم. كعبوا عليك روف بن يغلان انك خرجت شويه، يعني نحيت الكاسكيت نتاع الفنان وكانك تحولت الى
سياسي، ويعني انت على عكس برشا مسرحيين، مع خطر في العادة المسرحيين يشوفوهم على المسرح، وربما وحتى إذا كان يظهروا في فضاءات أخرى، معناها يظهروا في بلاتوات في برامج تلفزية، واللي تقعد مع الناس واللي تحكي معهم وتهز مسرحيتك حتى المناطق الحدودية، علاش يلوج رؤوف بن يغلان؟ شو اللي تبحث عليه في اللقاءات هذه اللي تعمل فيها مع الناس؟ الركعة ما يكفينيش سيدي العزيز، ما يكفيش. أنا فنان مسرحي، أعتبر أن مهمتي في خاصة في المرحلة الانتقالية اللي ما زالت عندي أنا نسميها انتقالية اليوم، في المرحلة اللي احنا فيها اليوم، لا يمكن أن يكون حضوري يقتصر حضوري على الركعة فقط. أنا فنان، أنا فنان، والفنان مش خدمة بمعنى وظيفية، معناتها أنا مش نخدم من السبعة متاع العشية نعمل عرض نوفة التسعة وبعد نبطل، ما عادش يهمني حد شيء. أنا مهموم بمشاكل الناس، فنانين الكل مهمومين بمشاكل الناس. أنا نمشي لهم، أنا نتقابل معهم، أنا نتحدث معهم، أنا معناها نسمعهم، نسجل شهاداتهم، أنا إذا يلزم معناتها نحضر في لقاءاتهم، لأنه هذاك التصور متاعي. يعني مادة باش تخدم بها في ربما في المسرحيات؟ أنا في حاجة ليها. أنا نحب نفهم بلادي، نحب نفهم المواطن، نحب نفهم المجتمع بتاعي، يلزمني نقرب له، يلزمني نحس به، يلزمني معناتها نسمعه، ويلزمني نشوفه. واعتبارا أن يعني عندما يتساءل الجميع يقول أنت هذه ما هيش خدمة الفنان، هذه خدمة السياسي، لا يا سيدي، أنا فنان مسرحي، ما هوش مكتوب في حتى بيان مسرحي أنه الفنان المسرحي يقف كان فوق الركعة فقط. أنا الركعة ما يكفينيش اليوم بعد 14 جانفي بالخصوص. مسرحيتك إرهابي غربة اللي يعني معناها عملت بها عروض في العديد من الجهات، حتى في الثكنات العسكرية، حتى في مشيت بها هزيتها حتى للسجون، عرضتها في السجون قدام المساجين، يعني وكأنك تطرح في نفسك بديل على الدولة. لا، فالمهمة هذه لا، أنا شاهد عيان، أنا لا أطرح نفسي بديل على الدولة. علاش أنت بالذات، علاش الانخراط في هذا في مكافحة الإرهاب، علاش فقط رؤوف بن يغلان؟ لأنه سيناجي مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر إلا على الطرح الأمني فقط، هي بالأساس معركة ثقافية، والخطاب الإرهابي، الخطاب المتطرف هو خطاب ثقافي بالأساس، يعتمد على الظلمية، ويعتمد على التحجر، ويعتمد على التصلب. لابد من خطاب مضاد، والخطاب المضاد لا يكفي، لابد من مشروع مضاد، لأن مشروع الإرهاب، لأن الخطاب الإرهابي يعتمد على مشروع، ما جاش كتاب. احنا كي نحبوا نتكلموا باسم الخطاب المضاد، لابد أن نعتمد على مشروع. المشروع الذي يكافح الإرهاب ما ثماش استراتيجية، ثم رؤية استراتيجية، ثم خطط استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ما ثماش تفعيل على المستوى الأمني والمؤسسة العسكرية كيف قيمة الدولة. أنا قلت لك المشروع المجتمع المدني، فمن انخراط من بعض الجمعيات ومن بعض المنظمات، موجود المشروع. علاش تكون ما ثماش مشروع ثقافي؟ أنا وزارة الثقافة موجودة، لا ما يكفيش وزارة الثقافة، يعني مكافحة الإرهاب. أنا تصور يعني تحب تقول أن وزارة الثقافة مش قائمة بدورها؟ والله نحب نقول بكل صدق وبكل صراحة، أنا لاحظت وكأن المؤسسات الثقافية تعتبر أن مكافحة الإرهاب ليس من مهامها. أبو أنا علش؟ لأنه مثلا أنا معناتها عملت برزك معناتها مرتين معناتها مؤسسات ثقافية استدعوني بشعرف مثلا. من المفروض أن الثقافة تأخذ على عاتقها معناتها من أولوياتها. علش حسب رأيك؟ علش حسب رأيك؟ لأن ما عندهمش ما ثماش إرادة وما ثماش الهم الوطني. الهم الوطني الوطنية لا تسكن المؤسسات كما يجب. خلينا نقولها بصراحة يفضل، ونعرف اللي ثم برشا ناس باش يتقلقوا باش يتغشوا منها. مش يتغشوا منها، ما تخليهم يتغشوا، ما مع كامل احتراماتي. انت عندك مسرحية اسمها علوانا نعبر ولا بنعبر، خليهم يتغشوا مع كامل احتراماتي يا سيدي. العروض اللي قدمتها في الثكنات وفي الاكاديميات العسكرية مشيت على اساس نسخايل باش نعمل زوز ولا ثلاث عروض، طلبوني في 14 عرض، وكانت العروض الاولى
لمسرحية إرهابي غير بعد تقدمت للجيش ونعبر لهم على تقديري وإجلالي وإكباري معناتها لصفوف الضباط وللجيش. المسرحية تعدات مع وزارة الشؤون الدينية التي أرادت من خلال استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب أن تفتح أبوابها للثقافة ببرمجة مسرحية إرهابي غير بعد واختارت وكذا إلى آخره. وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية ما جاني حتى طلب إلا من طرف اثنين، ما جاني حتى طلب باش نعرض مسرحية إرهابي غير بعد، في حين اللي فرنسا طلبتني باش نعملها باللغة الفرنسية وندور بها. وريتك شهادة أنا في مقابلة مع بعضنا، وريتك شهادة في مقابلة مع بعضنا باش نعمل تورني بها في فرنسا. إذن المعركة الثقافية معركة الإرهاب أنا أعتبرها معركة ثقافية بالأساس. وحديثي مع هيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللي الحقيقة يدعموني واللي هما معناتها يشجعوا، لكن حدودهم معناتها محدودة، ما عندهمش الإمكانيات باش ينجموا يوظفوا معناتها رؤيتهم في التطبيق. أنا قابلت السيد رئيس الحكومة، مشيت له بمشروع السيد يوسف الشاهد عند أكثر من عامين. أنت طلبت لقاء؟ أنا طلبت لقاء وقبلني مشكور. مشيت تحدثت معه مدة طويلة، قعدنا مع بعضنا. شو كان نتيجة؟ مشيت له باش نقول له نعملوا مشروع نتقدم مشروع لحملة وطنية تاخذ الصيغة الثقافية لمكافحة الإرهاب داخل الجمهورية. وبعد تعطيني النتيجة شنو؟ هاو جات وعلاش مشيت له أنا؟ مش معقول لقاء بالمئات. أي مش معقول نمشي لرئيس الحكومة باش نقول له برمجني، هذا مش معقول. أنا مشيت له على رؤية، أنا مشيت له على أساس أنه مكافحة الإرهاب وبرمجة إرهابي غير بعد مطلبت منه دعم وورشات ولقاءات وحصص تكوينية على أساس أنه هذا المشروع هذا بما يتضمن الشيء اللي قلتك عليه ما يقتصرش على برمجة العروض فقط، ما يهمش وزارة الثقافة برك، الثقافة والشغل، الثقافة والشأن الاجتماعي السكني وكذا، الثقافة والانحراف، الثقافة والشباب. وطلبت منه أنه يوفر لنا الظروف متاع عمل أنتر مينيستريال، لأنه وزارة الثقافة وحدها ما تنجمش تكفيني أنا للمشروع هذا، مكافحة الإرهاب لازم يتلموا فيه الأطراف الكل، وزارة التعليم وزارة التربية. بعد ما قابلته فهمت خذا المشروع وقال العادة ما جاني حد شر. قديش عنده لقاء؟ عنده عامين. عامين؟ عنده عامين. اليوم مش رد فعل؟ لا لا ما جاني حتى استجابة، ما اتصل بك حد من بعد؟ ما جاني حتى رد فعل. ما فهمش ما جاني حتى ما جاني. لا دخل نكمل الخطر هذا مهم جدا يعني. ما جاني حتى رد فعل، لكن في نفس الوقت وقت اللي يهتموا بعض مسؤولين ووزراء كما السيد وزير الشؤون الدينية مشكور يعتبر أن المسرحية ركن أساسي للتحسيس، وثم أنه الأئمة يتم استضافتهم في العروض وأدعوهم للصعود على الركح للتحاور مع الجمهور لتوضيح المفاهيم ضد الخطاب المتطرف، هذا هام جدا. فأنت تدعوهم ولا وزارة الشؤون الدينية تدعوهم؟ لا أنا بلكي يجيوا يعني يجيوا طوعا يجيوا بطبيعة الحال، هذا عمل منظم مش على خاطر يحموا تابعين وزارة الشؤون الدينية. لا عمل منظم مع وزارة الشؤون الدينية في نطاق استراتيجيتها يلزم تدفع معناتها جماعتها وجاو. ثم وزارة التعليم العالي زاد قابلت مع السيد وزير التعليم العالي واهتم برشا بالموضوع وان شاء الله مدامك لكن مكافحه الارهاب معركه ثقافيه ونشد انصح معناتها اؤكد هذا. ووزاره الثقافه ماهوش مزي علي انا معناتها باش تعمل الشيء هذا، وزاره الثقافه مؤسساتها خاطر السيد الوزير وحده ما يكفيش فهمتني، وزاره الثقافه مؤسساتها يلزم تضع من في اولوياتها معناتها موضوع مكافحه التطرف هذا لابد منه. علاش؟ على خاطر على خاطر على خاطر هو إرهابي غير بعض، يعني يوشك أن يكون إرهابي كما يوشك أن لا يكون، وحتى لا يكون إرهابيا لابد أن تتغير المعطيات. يعني عندما تكون العقول فارغة يا تيناجي، عندما تكون العقول جوفاء يسهل الاحتواء أو يسهل استقطابها ويكلموه بحور العين ويكلموه بالدركنوة ويكلموه لكن عندما تكون العقول معززة بالذكاء الاجتماعي بالذكاء الفني بالذكاء الثقافي بالذكاء الإبداعي، وقتها يتم تحصين شبابنا اللي قاعد يتفك من يدينا قدام عينينا ولابد من حمايته. والفنان لا يمكن إلا أن يكون في الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب، هذا خيارنا. الفكر والعقل سلاحنا، الإبداع هو سلاحنا يا صاحبي الغالي. مدام حكيت على العقل وحكيت على وزارة التعليم العالي وعلى لقاءاتك، أنت كتبت على صفحتك جملة الحقيقة ضرتني غريبة شوية، قلت كيف يعقل بعد أكثر من 60 سنة تعليم وتدريس
المسرحيات اليوم بالعربية الفصحى لا تجد جمهورا يشاهدها. سببها شكون؟ علاش؟ شكون سببها؟ علاش؟ وضح لي علاش؟ اسأل التعليم. اسأل وزارة. عندك تفسير لهذا؟ طبعا. شو تفسير؟ تفسير سيكو ثم معناه تغييب إرادة أو غياب إرادة لجعل معناتها المسرحيات باللغة العربية معناتها جزء لا يتجزأ من اللقاء مع الجماهير. ما تستهويش الناس اليوم. يا سيب عليك قالوا ما تستهويش الناس. تسمع فيهم كلثوم في بتولاب العربية صح؟ غير تسمع فيهم كلثوم بالدارجة؟ صحيح. الناس تسمع في أم كلثوم بالعربية؟ الناس تتفرج في حريم السلطان. عليش حريم السلطان بالعربية؟ عليش عليش وصلوا التوانسة؟ لأنه لأن التعليم يعني جلهم ما تستهويش مسرحية باللغة العربية. ما تسمعش ما تستهويش ما ردوش الناس هما سبب. ما ردوش الناس وما سبب. أنا وقت اللي بنتي أنا وقت اللي بنتي ما نعودهاش وقت اللي بنتي ما نعودهاش ما نهزهاش للسينما ما نهزهاش للمسرح وقت اللي بنتي ما نعودهاش أنه ممكن تنجم تحكي معايا معناتها بالفرنسوية ولا بالعربية ولا وتقرأ القصص وتقرأ وقت اللي ما نعودهاش بعد ما ردهاش فيها هي معناتها ما ثماش رهبة ما ثماش عزيمة يا سيدي ما ثماش مشروع تربوي بمعنى الفكري المعرفي في تونس ما ثماش مشروع ثقافي نحن مجتمع بدون مشروع وهذا الخطر الكبير وغدوة يمكن ياسن ولي وننساوه حتى باش نتكلموا بالدارجة بيه أنت تعودت رؤوف وذي شفناه حتى من عام 2011 تعودت أنك عملت حتى لقاءات مع بعض الشخصيات السياسية عندك حوار عملته يقول لي معناه في زوز مناسبات مع مصف المرزوقي رئيس المؤقت السابق لطفي زيتون كيف كيف معناه عملت حتى حوار مع رشيد الغنوشي معناه في 2011 وحتى بعد الانتخابات بعد انتخابات يسعدني نعمل حوار مع أخرين ده ما معناها يعني رؤوف بن يغلان شكونه؟ مواطن فنان صحافي سياسي مواطن 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 واتهموك في فترة ما أنك قربت برشا لحزب المؤتمر وترشحت في انتخابات 2014 ترشحت انتخابات رئاسية ولا تشريعية؟ رئاسية رئاسية بالضبط كما زاد فما فنانين ترشحوا مقداد السيلي ترشح على قائمه ترشحت للتاكيد حبيت تعمل السياسه حبيت تدخل السياسه معناها ما تهوينيش السياسه ما تهوينيش اي هكا قربت لها انت دخلت ما دخلت انت دخلت المجال السياسي لا ما دخلتش انا خديت انا فكيت باي انا فكيت مش نوريك مقطع الحوار عملته انت مع السي المصف مرزوقي الرئيس المؤقت السابق ترى خلينا نشوف رؤوف بن يغلان المحاور أنا اليوم في استضافة الدكتور منصف المرزوقي في المكتب في المقر بتاع الحزب المؤتمر من أجل الجمهورية نحب نسأل أسئلة ماهيش أسئلة بتاع رجل أعلام وإنما أسئلة فنان أسئلة مثقف أسئلة ثقافية الثقافة تطرح السؤال للسياسة والسياسيين سيدي منصف باش ندخل معك ديريكت باش نقول لك حاجة أنت تعرف إيش يقولوا عليك الناس نعم عندي فكرة بتورع يعني الناس كل يحبوك الناس يعتبروك نزيه الناس يعتبروك سابق شكون هو هذا؟ هذا رؤوف بن يغلان الفنان المسرحي المسيس اللي يحب يعمل السياسة شكون هو هذا؟ بلادنا عاشت رجلة سياسية اجتماعية لا مثيل لها في تاريخ تونس كان ذلك معناتها 17 ديسمبر 14 يناير كيف يعقل أمام هذا الحدث أن يكون الفنان معناها يتصرف وكأن شيئا لم يحدث إيه فنان مكان على المسرح يا ودي لا الفنان ما الكلام اللي تحب تقوله قوله على المسرح على خشبة المسرح لا لا في أحداث 1968 الفنانين كانوا حاضرين في الحراك الاجتماعي فاكلافا فيل اللي أصبح رئيس الجمهورية في تشيكوسلوفاكيا كان النوم دو تياتر مش بالحوار مش بال مش رجل, رجل مسرح رجل مش بإجراء الحوارات الإعلامية عليه عليه خمس دور إعلامي عليه الحوارات بس عليكم تليكم توما كاو توما وعمس توما واحد وحدين عندكم الحق مش تحاوروا رئيس أنا أتسأل أنت لو كان جيت إعلامي أنا مستغربش أنك تحاور دكتور مصطفى مرزوقي ولا تحاور أي شخصية أخرى رشيد غنوشي الباجي قايد السبسي ولا إيه أما أنت فنان أنت إيه مسرحي فنان إيه مسرحي إيه أنت مثل ذلك مدام أنجيلا ماركيل مدام شانسولير
نتاع الجمهورية نتاع ألمانيا عملت حوار مع مواطن أنجان بتربو بالشابو نتاعو في مكان في إطار حملة انتخابية خذاه معناتها علاش هنا معناتها مشيت له مش نسأله قبل ما ينتخبوه ناس ولا مش يقترحوه ولا هذا قبل الانتخابات هذا قبل الانتخابات وعملت له حوار بعد عملت له حوار وقت اللي كان انتخابات وحبيت نجم لا عاش خويا خلي باش تفهم علاش تحبوا محاورة السلطة السياسية تكون كان عند الإعلاميين الإعلامي يمشي كصحفي أنا ما مشيتش كصحفي وأنا ما عملتش حوار صحفي ما عملتش حوار صحفي لا انا مهنه ما هيش متاعي ومن من ما نسمحش لروحي باش نعتبر نفسي عوض صحافي بل بالعكس اما يفضلك يفضلك اقبلوني انا كمواطن نحب يا سيدي نقابل نقابل السيد رئيس الجمهوريه علاش تحرم فيا ما فهمتش علاش تحرم لا حد ما يحرم حد ما يحرم ونعمل معاه حوار حد ما يحرم نحب نعمل معاه حوار لماذا هذا الحوار عملت حوارات ماهوش صحفي ماهيش حكر على الاعلاميين الحوارات عملت حوارات ماهوش صحفي اعتبر ان هذا الحوار ما هو صحف يتعدى في الثالثه ما هو صحف انت كما قلت على روحك انا سكيزوفرين لعبت برشا شخصيات يعني شخصيه الممثل المسرحي الاعلامي السياسي المواطن انا مواطن انا قلت لك انا فنان متعدد انت في صفحتك نشرت مؤخرا فيديو أنا. مقطع فيديو تحكي فيه على 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 الفساد أي. على الفساد أي. وقلت انا اطالب باسقاط الفساد أي. ونحن نتجه الى ما لا يحمد عقباه نتجه الى ما لا يحمد عقباه مش وحدي مش وحدي نطالبوا هات نسمعوا مقطع ومش نعاود نرجع نسمع الفيديو هذا تفضل شنو اللي ناقصنا شنو اللي يمنعنا الفساد 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 وقتاش نتحدوا مع بعضنا ونحطوا اليد في اليد ونطالبوا باسقاط الفساد باش نعيشوا باش صغارنا يلقاو حظهم في البلاد العزيزه في البلاد الغاليه للحد هذا الفساد معناه يمثل خطر كبير على البلاد لو كان كل واحد منا يربح من غير ما يخسر غيره لو كان كل واحد منا ينجح من غير ما يتعدى على حق غيره تونس يسيناجي تكون من أسعد البلدان والشعب التونسي يكون من أسعد الشعوب بي فسر لي شنو اللي يمنعنا جاوبني كان شنو اللي يمنعنا بيه فما فساد الناس كل تحكي على الفساد سياسيين اعلاميين وفي الاحزاب والمجتمع المدني وفما حراك كبير وفما مجهود قاعدين يقوموا به معناها بعض الجمعيات وحتى رئيس الحكومه يحكي على الفساد رئيس الحكومه يقول انا عملت معناها حمله على الفساد وفما اصوات اخرى ما فما احزاب معارضه تقول العكس تقول رئيس الحكومه حمله الفساد نتاعو كانت يعني مجرد معناها استباق او ضربه اعلاميه او سياسيه هكذا في المعلومه هكذا ظهرت خلينا نسمعوا خلينا نسمعوا المقطع اللي حكى فيه على الفساد في اخر كلمه عملها مؤخرا الناس هذوما اللي يشكوا في الحرب ضد الفساد يزمي في محاجه يزمي في انه محاربه الفساد ماهيش بالكلام ماهيش بتشويه الناس محاربه الفساد بالفعل والواقع التوانسه يعرفوه الحكومه هي اللي شدت رؤوس منظومه الفساد هي اللي عدت في فتره قصيره أكثر من 5 قوانين مهمة وثورية لمكافحة الفساد هي اللي أحالت مئات الملفات على القضاء القضاء اللي بالمناسبة نحييه واللي كل يوم يثبت استقلاليته وانخراطه في الحرب على الفساد والمشكين ايش عملوا هما حتى شيء اللي صار في عامين في مكافحة الفساد ما صارش في 60 سنة واللي شكوا في محاربة الفساد وقت اللي كانت الملفات بين يديهم وخروا وخافوا ليمسوا السيستام ويضربهم الضوء احنا مسينا السيستام نتاع منظومة المافيا احنا مسينا سيستام نتاع منظومة الفساد وجازفنا وتحملنا كل المسؤوليات وباش نواصلوا في الحرب على الفساد وان شاء الله الحكومات اللي بعدنا تكون عندهم الشجاعة الكافية باش يواصلوا في الملف هذا بعد ما كسرنا حاجز الصمت هو السيد يكافح في الفساد هو قال لك اللي عملته انا في عامين في مكافحة الفساد ما تعملش في 60 سنة مكافحة الفساد أخويا ناجي أولاً يستوجب استقلال تام للقضاء القضاء مش مستقل حسب رأيك مش بالكامل وما بيدهم يقولوه شيء
استقلال كامل بالقضاء، استقلال كامل للقضاء لابد منه. وما دام القضاء ليس مستقلا بأتم معنى الكلمة لا يمكن للفساد أن يتم إمحاؤه تماما. القضاء هذا كلام عادي، هذا كلام قالوه القضاء في السياسيين. القضاء هو الأساس يقولوه لكن ما يعملوش السياسيين، يقولوه لكن ما يعملوش. الفساد اللي يخرب البلاد، الفساد اللي يشرد العائلات، الفساد اللي سبب بتاع تسكير معامل، تسكير مصانع، الفساد اللي يهجر شبابنا من خيرة ما تكسب تونس طبة وانجنيورات ومعناتها علماء ومفكرين، معناتها من أعز ما كسبت تونس الفساد هجرها وهججها. الفساد اللي مش يفك أرزاقنا فقط، الفساد يقتل أولادنا الصغار، الفساد الرضع يا سيد يا سي ناجي، رضع مازالوا كيتولدوا دمرهم قتلهم الفساد واحنا عينينا تتفرج يا سي ناجي. هاو الخطورة وين؟ والمصيبة هذه متاع الرضع معناتها سببها يعني تهاون، ما هيش غلطة مهنية. تهاون شكون؟ متعمد من طرف من يهم الأمر اللي يتحمل مسؤولية الموضوع هذا يا عاج خويا، ما نعرفش أسماءهم أنا. الفساد ما دام هذا الفساد ما زال قايم الذات واقف على سقيه ويتكلم ويسمع بوذنيه ويشوف ويوري في روحه واقف بالكذا هوبي 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 هوبي، ما دام هالفساد هذايا معناتها متواصل، ما دام البلاد تونس العزيزة الغالية، تونس اللي فيها خيرات، تونس اللي فيها نعمة رزقنا بها ربي باش تزيد تطيح في الهاوية، تونس طايحة، تونس طايحة يا سي ناجي فضل يلزمنا نهزوها، طيحها الفساد، تونس مطعونة، تونس مغدورة يلزمنا ننقذوها، تونس مسلوبة يفضل خويا يلزمنا نمنعوها. هذا باش يجي هذا؟ أولا لا يمكن أن نكتفي إلا بالقانون، ولا يمكن أن نكتفي إلا شو بالقضاء. شو لازم المجتمع التونسي بكل فئاته، بالغني نجم يعمل. بالغني وبالفقير نجم يعمل. النخب نحن حملة، هذا ايش اقترحته أنا السيد رئيس الحكومة حملة نحن حملة. شوف عندما سي يوسف الشاهدي إذا يعتبر رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية هو واللي ولا كل السلطات إذا يعتبروا أن مكافحة الفساد تقتصر إلا على في تطبيق القانون، معناتها فقط راهو ما نجيش. الفساد عقلية، الفساد ذهنية، يعني ينجم يكون مازال ما فسدش باش يفسد، هو عنده ملفات نتاع فساد، يقول لك عندي ملفات فساد. يا ودي خلينا نتفقوا في حاجة. يفضل خويا، أنا جيتك هنا بصفتي شنو؟ أنا جيتك بصفتي فنان. بصفتك فنان، أنا جيتك بصفتي. احكيوا على الشأن العام. إيش يقول لك المواطن التونسي؟ إيش يقول لك؟ وقت اللي شاف الفساد معناتها غمه معناها. وقت اللي شاف خويا ناجي بربي هذه كلمة نحب نقولها لك مهمة برشا لأني وعدت الناس اللي باش نعبر لهم على رأيهم. تفضلي. احنا كنا نطالبوا بحرية التعبير ونعتبروها أنه وقت اللي تتحقق حرية التعبير وضعيتنا باش تتحسن وظروفنا باش تكون خير. هاي جاتنا حرية التعبير وأصبحنا في الأسوأ. شو يقول لك المواطن؟ إذا حرية التعبير ما تكفينيش باش نحسن وضعيتي وغير قادرة أن أتحسن لي وضعيتي وما تكفينيش أني نعبر على نطالب حقوقي، أش بقالي باش نعمل؟ سؤال خطير، سؤال خطير. عندك لي إجابة سؤال هذا؟ طبعاً طبعاً موجودة الإجابة. الإجابة هي الإرادة السياسية، فهمت ولا لا، لأن تكون معناتها أن تسود البلاد العدالة الاجتماعية، شنو بطبيعة الحال، لكن الإرادة ما فماش. طبعاً عندي الإجابة. ما فماش إرادة، ما فماش إرادة لمكافحة الفساد، ما فماش، وإلا الفساد، ولا الفساد أقوى، أقوى بكثير، لأن الفساد عنده أيادي داخلية وأيادي أجنبية. الفساد أقوى بكثير. هذه نظرية مؤامرة، أيادي داخلية عودنا بها اللغة ذي. بليش أسلم أنا الرضع ذوما الجريمة الإرهابية الغير مصلحة، لأن عملية الرضع ذي نعتبرها جريمة. يقول لك خطأ مشاريع، كيفاش خطأ؟ تقصير، أهمال، صار الأهمال خطأ هو أمان. معناها وقت هذا ايش تقال؟ هذا ايش تقال؟ وحتى التحاليل اللي تعملت النتائج بتاعها لتو ما سمعناها. يا خويا ايش يقول لك المواطن قدام الفساد؟ يا خويا يقول لك انهبونا داكور، يا خويا اتركونا داكور، يا خويا ما قلنا لكمش ما تطرفكوش تعرفكم،
يا خويا جوعونا يا خويا عريونا. هذه صورة معبرة. اسمع شي يقول. أنا واحد من الناس. ايه اوكي اوكي اوكي. ايش يقول لك؟ أنا سمعته. يا خويا انهبونا ما يسالش. اسرقونا ما يسالش. أما خليونا شوية. يا سيناجي راني شفت حالات مريعة. يفضلك. يا سيناجي راني شفت ناس يلقطوا بالزبل يا سيناجي. لدرجة؟ عش خويا. راني شفته يلقطوا بالزبل. شنو تستنى مني انا كفنان؟ اش تحبني نعمل انا؟ اش تستنى مني؟ شنو تستنى مني فنان؟ هالاسئله هذه الغريبه نتاع انت فنان اش مدخلك انت تحكي في الموضوع هذا؟ شنو اش مدخلك؟ يوجع كيس تونس نتاعك. المواطن هذاك اخويا، هذاك اخويا، الاخرى اختي، الاخرى امي، الاخرى بابا. شنو اش مدخلني؟ شنو معناها اش مدخلني؟ شنو هالسؤال هذايا؟ هالسؤال الرهيب، هالسؤال المريع، هالسؤال سؤال المتخلف. شو مش مدخلني؟ معقول هذا؟ الفساد شرد العائلات، هجرنا، منعنا من خيراتنا، منعنا من شبابنا. دونك انا شو نقول؟ انا نقول الملفات هذه والقضاء ما تكفيش لنجعل من مكافحة الفساد معناتها قضية وطنية تخص الجميع، وبالخصوص أن نضع الطرح الثقافي في مقدمة معناتها مكافحة الفساد. الفساد هو المفتاح الأكبر للإرهاب. به هو المفتاح الأكبر، المدخل الأكبر. حكيت على الإرهاب وحكيت على هالوجعة هذه. ودي قال لك انهبوني، قال لي انهبوني، اسرقوني، عريوني، وجعوني. هم خليوا فيها شوية خويا، خلي بدني متاكلوش الكلو يا خويا، مغضني ما تمشمشنيش يا خويا، غفصني ما ترحينيش. ايش تحب؟ ايش تستنى يا سيناجي؟ ايش تستنى صاحب شهيد عليا يا سيناجي؟ عايش في داشرة كيهبط تونس العاصمة ما يلقاش وين يسكن يا ناس. انا راني شوف اسمعني انا علاش قلت لك راني من الاول بكل وقت اللي حكينا باش نجيب لك نعطيك عينه من الاسوام اللي انا إيه. شنو تحب نعمل؟ شنو تحب نعمل؟ اش تستنى مني انا؟ اش تستنى من الفنانين؟ اش تستنى منهم؟ انه عندما نطلب من اهل الثقافه ومن الفنانين ان معناتها يغيبوا اصواتهم وما يتكلموش مع المواطنين على حاله المواطنين، بالعكس احنا نسالوا على دور وانا ندوركم انتم من المنبر نتاعك يا صاحبي. انا تشوف فيا حاضر، اما من المنبر نتاعك اتقدم للساده، للاصدقاء، للزملاء، للاخوه الفنانين والمثقفين، المجتمعات المتقدمه، المجتمعات المتطوره، عندما تجيهم هزات اجتماعية النخب هي اللي تكون في المقدمة لحمايتها، لحماية الشعوب. شوف شو قاع في فرنسا لجيلي جون، وقت اللي وقعت الانتفاضات في فرنسا النخب وقفت في البلاتوات، نخب فكرية، دي فيلوزوف، دي سوسيولوج، دي زارتيست جاو. مش خطاب سياسي هذا روف؟ خليني نكمل لك. أنا خطاب سياسي. كيفاش خطاب سياسي؟ نحكي لك كيفاش خطاب سياسي. خطاب سياسي وقت ندخل في علاقه نتاع تحالفات وتوافقات، انا ما عندي توافق مع حد، وانا ما عندي تحالف مع حتى حد. انا الولاء نتاعي للشعب التونسي فقط، هو الاول وهو الاخر عندي انا. اما لا النخب السياسيه، النخب يا ربي الفكريه، النخب الفنيه، النخب الثقافيه، الجامعيين مطالبين ان يكونوا في الصفوف الاولى لحمايه شعبنا، على خاطر احنا مدينين ليه يا سيناجي؟ من فضلك من فضلك. لا من فضلك، احنا مدينين ليه؟ الحريه اللي عندي انا اليوم باش نوصل نتكلم معاك في قناه حره وسيادتك اعلامي حر، هذا منين جا؟ الشعب هو اللي اعطاه لك. الشعب هو اللي اعطاه لك. في مقابل هذا احنا ما نعطيوش شيء، ما نعطيوش على الاقل اعتبار، ما نعطيوش اهتمام، ما نشغلوش انفسنا، نعتبروا هذه مساله ما تخصناش. احنا فنانين نجي نضحكك، نجي نفرجك، نجي نخليك تتفرج وتمشي تروح. نسكن معاه المواطن، نتقابل ونتحدث معاه ونحكي له ونمشي لديارهم، يستدعوني في ديارهم. انا فنان في الشارع، مانيش فنان كان فوق الركس. انا مسرحي وهمي هي تونس، همي هي المواطن، همي هي المراه اللي تعاني، المراه الريفيه اللي تهز الحطب وربي يستر ما تلقاش ماكلتها،
همي العاتل على العمل الصحب شهيد العليا، همي استاذ فلسفه في الحنشه ولا في رماده ولا في كذا، ويخرج من من, من التدريس نتاعو ما يلقاش ما يلقاش وين وين وين, وين يعيش بافكاره، ترسيلو يلعب في الخربقة. الى متى؟ لا الى متى؟ الى متى؟ الى متى؟ الى متى يفهموا اصحاب السلطه السياسيه والوزراء والمؤسسات الكل، الى متى معناتها باش يفهموا ان راهي الكارثه هي تبدا من من الذهنيه. باهي باش نسالك انت توا التوصيف هذا اللي عطيته الواقع والوجيعه، لشكون تحمل؟ ما على التح على ال... لا ما نساش قدرات متحمل. لشكون لشكون دخلت فيا؟ راك راك دخلت فيا، راك زلزلتني، راك زعزعتني. شكون اللي يهمك؟ شنو تقول لي يهمك؟ شو تقول لي يهمك؟ شنو معليش يهمك؟ نتنفس، نحب نتنفس، تقول لي يهمك؟ نحب نشوف بعيني، تقول لي يهمك؟ نحب نسمع بوذني، تقول لي يهمك؟ وذني ما نسمعش بيهم، عيني ما نشوفش بيهم. مش انا نقول، ناس تقول، ناس تقول البلاد في خراب، ناس تقول، ناس تقول سي رؤوف، ناس تقول الفنان المسرحي يقول لك موجود كان على المسرح، ايه قول نقول معاه ويطلع على خشبه المسرح وما نشوفوش في الشارع كما تعمل انت. انا يعني انا نمشي للشارع ونمشي للاسواق ونمشي هذاك، علاش الناس يتهيئ لها انه يقول لك هذا خطاب سياسي، يقول لك يعمل به. مش نسلك هذا الكل رؤوف، لشكون تحمل مسؤوليه؟ لرئيس الجمهوريه، للبرلمان، للاحزاب، لرئيس الحكومه؟ جاوبني بعد الفاصل هذا.